هو شايف ان اوباما يطرد يطرد ايه المشكله؟ لكن انا ما ينفعش ان ده في وشه كده، وبعدين ايمن حفر، وبعدين محمود علاء. طب ازاي؟ ازاي؟ لا صح، كانت حاجات كل واحد ياخد حقه. انا بقول لك لو بتاعت اوباما، لو هو طرد لعيب من النادي الاهلي واوباما يستحق يطرد، انا مش هعترض ما دام يستحق الطرد. لا بس بعد اذنك يا كابتن خالد، طبعا حضرتك لاعب كبير وانا شايف اوباما هو دخل على كوره، انا ما بتكلمش على الكوره دي. انا بقول العادي، لكن لو هو يستحق هو اوباما داخل على الكوره، لكن لو انا بقول ادي كل واحد حقه، دي تستحق اديها، دي تستحق اديها، لكن عشان احنا عاملين ضغط عليه من قبل المباراه، فهو غصب عنه مش عايز يطلع المباراه يعني بدون لبر الامان. برضو انا والله انا بديله شيء من العذر ان هو عايز يطلع المباراه لبر الامان، لكن في مواقف تستحق، في مواقف ممكن تستحق طبعا. كابتن خالد عايز اخدك لحاجه معينه، الزمالك افتقد ايه الموسم ده عشان خسر الدوري، خسر الكونفدراليه، يعني من وجهه نظرك كمدير فني حالي لنادي الزمالك؟ يمكن التجانس في البدايه ما كانش كبير ما بين اللعيبه الجديده اللي هي جايه نادي الزمالك، ففقد نادي الزمالك نقاط كتيره جدا ابعدته بدري قوي عن المنافسه، فلما ابعدته بدري قوي عن المنافسه ابتدى خلاص بقى يعني يفقد اللي هو الامل في المنافسه من البدايه، فدي ما كانتش حاجه برضو في البدايه كويسه لنادي الزمالك. لكن نادي الزمالك المفترض ان هو جاب لعيبه على فكره من على اعلى مستوى، محمود عبد العزيز، يعني هنتكلم في اللعيبه، محمود عبد العزيز، محمود علاء، حمدي، عنتر، عبد الله جمعه، عماد فتحي، يعني لعيبه والله، كاسونجو لعيب كويس جدا، لعيبه والله كويس، رجوع اوباما، حازم امام رجوعه، يعني في لعيبه على فكره، لعيبه كويسه جدا يعني جت نادي الزمالك، تيم كويس جدا، بس هو كان عايز بس ايه التيم ده ينصهر مع بعض ويحصل التجانس، هتلاقي مردود كويس جدا من العالم. معانا كابتن ايمن حافظ مدير الكوره.